لا طبعا يا حبيبتي، لان حد دلوقتي مش عارف المؤتمر ده عن ايه، ولا انا هتكلم اقول ايه، خايف الناس يضحكوا علي. اتفضل. لو سمحت يا فندم، في مندوب من الحزب عايز إجابة لحضرتك. خليه يتفضل. السلام عليكم مناع بيه. ورحمة الله وبركاته. رضوان باشا رئيس الحزب بعت لسيادتك الكلمة اللي هتقولها في المؤتمر عشان ترجعها. عايزك تشكره لي وتقول له أنقذتني. ما تقلقش يا باشا، كل حاجة معمول حسابها. بينها لي حسابات تانية. وريني كده كاتبين لك ايه؟ شكلك مستعجلة قوي على استلام وظيفة مرات النايب دي. هو انا اجل منها؟ بكرة تشوف هساعدك ازاي. اتفضلي اتفضلي يا مرات النايب ونايبته. ماشي يا مناع، هفوتها لك لغاية ما تعرف قيمتي. طب راجعي لحد ما اخلص الورقة اللي قدامي ده، لسه قدامنا ساعة على المؤتمر. هو كده ده انا السكرتير العمومي بتاعك بيدخل في المزرعة، انا هساوي. انت مش عارفاني ولا ايه؟ سيبيه يخش. تعالى يا بقرة. وحشتني. ما تشوفش وحش سعادة البيه. ازيك ستاني؟ ازيك يا حصاوي؟ الحمد لله. بطلت تيجي الفيلا ليه؟ اصل شغل المزرعة اليومين دول كتير قوي عليا. بقرة تولد، خروف يائية، بس الاسبوع الجاي ان شاء الله اوعدك ان انا اجي اقعد عندكم اسبوعين ثلاثة، بس يا رب ما تزعجوش مني. يا واد بطل رط وقول عايز ايه. معاي واحد بره هيقولوا انه صاحبك قوي ومتربي معاك في النجا، اسمه همام. صاحبي نجا؟ نجا هو انت تربيت في الجو؟ نجا الجبل يا ست هانم، هو هيقول لي كده. غريب، هو فين؟ الامن بره حجزه وما رضوش يدخلوه. اكيد في حاجه غلط. وانت يا حمار، اي حد يقولك انه صاحبي اتجيبه تاجي على طول يحرق ابو اللي جهبك. يا سيدي مناع بيه، انا ماليش ذنب، ده انا لقيته منفرهد من كتر اللف عليك وعثرت عليه صدفه وانا قاعد على القهوه. انا ما اعرفش حد من الاشكال دي ولا من اي نجوع. انا قلبي مش مطمن. اتصل بالبوليس يعرفوا حكايته ايه. واحد غلط نقوم نعارضه للبهدله دي كلها. مناع، دي حاجه مش عايزه تهاون، ممكن يكون جاي قصدك بعد ما سمع عنك. ما تنساش حكايه الطار القديم اللي قلت لي عليها. الطار قدر والحامي ربنا، احسن حل ان جاب له وفهمه على كل حاجه. يا سيدي مناع بيه، انا حصوي صح، بس اول مره في حياتي احس فيها ان انا حمار. حمار؟ ذنبه ايه الحمار انه يتشبه بواحد زيك؟ غور جابه اللي جابك. ايوه الراجل اللي عندك اللي بيقول انه صاحبي ده. ايوه اكرموه ودخلوه لحد عندي. يا معاش الطاقه يا ست، مش مهم. نفذ اللي بقول لك عليه يا سامي، لازم تفتش الضيف اللي جاي قبل ما يدخل لمناع بيه وتخليك جنب الباب. حاضر يا هاني. بس انت كده غلقتيني، هي الخصومه السياسيه هتبتدي ولا ايه؟ استر يا رب. مش قلت لك هيشلوني مع ورط شيل؟ لحظه من فضلك، فتش يا شباب، شوف معاه سلاح ولا لا. يفتش مين؟ همني يا راجل، انت اتعوزت مخك ولا ايه؟ انت عارف بتكلم مين؟ ايوه انا معايا سلاح، لكن ما اقدرش اسيبه لحد، فهمت؟ ابعدوا عنه يا جماعه. سيد مناع بيه عم يقول دخلوه بسلاحه. اتفضل يا معلم. قال اسيب سلاحي؟ قال عيل صغير انا اياك. اتفضل. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا قلقانه من البني ادم ده، اتصل بالبوليس. لا طبعا ما اقدرش يا هاني، ما دام مناع باشا ما امرنيش. طب بقول لك يا سامي، ادخل عليهم وفكر مناع بيه بميعاد المؤتمر، وبالمره نشوف ايه اللي بيحصل جوه. ما تقلقيش يا هاني، مناع باشا عنده اجهزه انذار وكذا سلاح في المكتب وفي الخزنه، وهيقدر يحمي نفسه لو حصل حاجه. لا انا مش هقدر استنى اكتر من كده. لا حقك عليا يا سيد الناس، حقك عليا وما تاخذنيش، انا متاسف لك من الارض للسماء واحب على راسك اهو. يا سيدي ما تاخذنيش حاجه، انت شرفت. معلش يا جماعه ما تاخذنيش، الغلط مردود، فوتكم بعافيه. توكل على الله، مع السلامه، خليك معايا قاضي حصاوي. ما تاخذنيش يا ست الكل. ايه لحظه. شش. اعرف غلطته ومشى، شفتي كيف؟ غطمه احسن من نحته. مش ممكن يكون بيخدعك؟ انا عايش في الهم ده من سنين طويله وبعرف كيف امن نفسي. وطلع من العيله اللي بتطردك زي ما بتقول ولا غلطه؟ هي دي اول مره يجيني حد منهم، انا ياما جاني منهم كتير وكل مره بقنعهم انهم غلطانين. تاخديش في بالك انت بس، وهملين اتصرف وحدي.
انت ما تعرفش انا مرعوبه قد ايه، حاسه خلاص ان قلبي هيوقف. سلامة قلبك يا قلبي نورها. نعم خليها والله، لازم نلحق ميعاد المؤتمر، وبالمره في الطريق تراجعي لي الكلمتين اللي هقولهم هناك. انا مش عارفه هطلع في التلفزيون ازاي، انا مش قادره اتلم على روحي. ايه المرار دي؟ حق قالك تتجوزي واحد شايل كفنه على يده. تفضل يا معلم همام، تفضل خش برجلك اليمين. يا رب يا ساتر. مستوره ان شاء الله، اديك زي ما انت شايف اهو الشقه فاضيه علي، لا حد لا معي يروح ولا معي يجي، قاعد فيها واحده زي قرد قطع. ليه؟ امال ما اللعبه بقتني هنا لمين؟ عشان دي شقه الضيوف العزاز عليه قوي قوي. ضيوف؟ امال هو قاعد فين؟ انا ما اقدرش اقول لك على اي حاجه واصل، لو انت عايز حاجه تعرفها اعرفها منه هو. يا سيدي لا تقول لي ولا تحد لي. مناع صاحبي يقول لي على كل حاجه. بقول لك يا اخيني. خير يا معلم. انا على لحم بطني من الصبح، ما حطيتش لقمه في خشمي من صبحيه ربنا، وحاسس ان انا هضع من طولي. ما فيش حداكم لقمه تقود بيها. عيب عليك يا معلم، ده انت ببيت مناع يا ابو الكرم، وهو غلى عامل معاك الواجب لحد لما هو يجي بالسلامه. يا سيدي كتر خيركم. انا عايز لقمه واحده. خمس دقايق بس وتلاقي عندك الحمام والفراخ والسلطه والرز والطماطم. جوابك يا راجل، طلعت لي بالفلوس ولا ايه؟ بقول لك عايز لقمه تقود بيه، هتوكلني حديت. اه الدريفر اللي جه، والله انت حظك في رجليك، عشان ما يقدرش ياخر طلب يطلبه مناع بيه ولا حصور بيه. تفضل يا حبيبي. البنطلون اللي انت لابسه بيه. تفضل يا حبيبي، متشكرين قوي. خلي الباقي عشانك. مع سلامة الله. خليك مرتاح لحد لما ارسل لك السفرة. تنص ايه وتهبب ايه؟ خليك مرتاح يا معلم. وسع يدك وسع. هتبص لي في اللقمة ولا ايه؟ تعال اطفح معاي. ابا الف انا وشفا، انا اكلت السنة اللي فاتت. وفي هذا التجمع العالمي الكبير والذي ينشد الخير لأهل هذا البلد الكريم، أعلن عن تسخير طاقة المصنع الخاص بي لخدمة الأبحاث العلمية التي تجريها منظمة البيئة، وذلك مساهمة مني في هذا المشروع. وأدعو الله أن يعود بالخير على أهل بلدي صهاج الحبيبة لؤلؤة الصعيد. I am very happy. شكرا، thank you very much. شكرا شكرا. نشكر رجل الأعمال البشمهندس مناع حسان على مساهمته وحبه لهذا البلد، وأرحب بالخبير العالمي بروفيسور فاي هايزر الذي انتدبته المنظمة للإشراف على المشروع من أجل بيئة نظيفة. Thank you. I'm here to thank you all in the name of our important organization, of which you see the extent of its activities all over Egypt, for more welfare for Egyptians and a clear environment for humanity. And to thank you all and promise you success. إني هنا لأشكركم جميعاً بالنيابة عن منظمتنا الكبيرة التي ترون امتداد نشاطها في كل ربوع مصر من أجل خير عميم للمصريين وبيئة نظيفة للإنسانية كلها. أشكركم وأعدكم بالنجاح. شكراً على تعاونك مستر مناع. شكراً شكراً يا أبو روفيسور فان هايزر. الخوف من المسؤولية دليل على تقدير حجم المسؤولية، وده أول خطوة من خطوات النجاح مناع بيه. والله يا باشا موضوع ثقة الناس دي وأصواتهم أمانة، بتهيألي أنا مش كده. وبعدين يعني أنا ملياش في موضوع الظهور والإعلام دي. شوف يا هانم البيت جوزك بيقول إيه؟
عايز يخيب ظننا فيه وينسحب من اولها. ليه كده يا مناع؟ ده انت كان شكلك حلو قوي. ها قولي له عشان ما كانش مصدقني. هي الحكايه بالشكل. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، وانا متاكد انك هتلاقي الموضوع بسيط. استاذن انا عشان عندي مشوار. سلام يا باشا، مع السلامه. باشمهندس مناع، لازم الهانمه الجميله دي مراتك. انا بروفيسور جاكوب فاي هايزر، خبير عالمي في البيئه والزراعه، والدراسات بتاعتي والابحاث بتاعتي بتدرس في كل جامعات العالم. اهلا وسهلا. اهلا يا خواجه فرهنزر، مالك؟ واضح انك اتعرضت لحادث مؤلم. للاسف وقعت من على ظهر حصان شاي قوي، سبب لي فكسور كتيره وسنوات طويله من الالم. غلطان، كان لازم تاخد بالك برضك، ما هو مش اي حصان ممكن يتركب. بس الحصان لما يبقى اصيل مش لازم الواحد يستعجل في ضربه بالرصاص، لازم نتروى في ترويضه. بس لو استمر في العناد بتاعه ملوش غير ان هو يترمي للاسود ياكلوه حي، لانه مش عارف مصلحته فين. بروفيسور العربيه في انتظار حضرتك. بعد اذنك يا هانم. بعد اذنك يا باشمهندس. بعد اذنك. اتفضل. ظريف البروفيسور ده، وبيتكلم عربي كويس قوي. مناع يعني شكله عايش في مصر من زمان، بس مش نظراته غريبه شويه ليك؟ كانه يعرفك. وانت بتديله يدك يبوسها كده عادي؟ فاكر نفسك في جوهانسبورغ اياك. اتفضل يلا خلينا ناكل لقمه مع العيال. الو. ايوه يا سيدي، مناع بيه. هو كان دلوقتي وشرب الشاي ومن وقته وهو نايم. لا لا، ما تكتبليش اي سيرة عن مرتك وعيالك. حاضر، عم اصحى اكلمك. مع السلامة يا سيدي، مع السلامة. اديني عرفت انه متجوز ومخلف، حصل ايه يعني؟ بس غريبة، مناع يخبى عليا ليه؟ هو انت مش كنت نايم على شيخ دلوقتي؟ صحيت متى؟ صحيت على رن جرس التليفون. وعملت نفسي بشخر عشان حمار الحصاوي ما يعرفش ان انا صحيت من النوم. تعال حصاوي تعال، قل لي مناع متجوز مين؟ مخلف كم عيل؟ ساكن فين؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على حاجه، ده سيدي مناع بيه لو عرف حاجه يقطع رقبتي ويحطها على بوابه المزرعه. من ناحيه رقبتك اعتبرها مقطوعه، لاني سمعت كل حاجه، ولما اتحدد مع صاحبي واخويا مناع لا يمكن ابدا اخبي عليه ان انت اللي حكيت لي. ابوس يدك يا امام بيه. خلاص لو عايزني ما اقولش حاجه قول لي كل حاجه بالتفصيل، وانا هكفي على الخبر مجور واكني ما سمعتش حاجه. طب قول لي انت الاول، ايه اللي خلاك تنكر نفسك قدام مرته؟ مرته؟ الست الحلوه دي اللي كانت واقفه جنب سامي بيه وهم عم يفتشوك. محظوظة يا مناح، من المرة الحلوة دي مرتك. دي ولا الخواجة؟ أمال إيه؟ ده هي من عيلة كبيرة قوي هنا في صهاج، ما فيهاش ولا نفر عادي زينا، كلهم دكاترة ومهندسين وظباط. ده أبوها توفيق بيه كان مدير بنك كبير. لك حق يا مناح، تدوس على بنت عمك بالجزمة. ولا قديم عمنا عيال؟ هو عنده منها ولدين، حسن بيه وتوفيق بيه. ذكرين، واحد على اسم ابوه واحد على اسم حماه، يبقى اكيد هيبلط عينيه، مش هعاود نجع من تاني. لا ما انا سامع ان هو يمكن ينزل الانتخابات اللي جايه. انتخابات؟ كمان انتخابات؟ يا سلام يا سلام، دي لعبت معاك قوي يا مناع. والمطرح ده كان قاعد فيه قبل الجواز؟ هو سابوه لنا نطفه وقال له قلت فيه حصاوي.
وهو قاعد فين دلوق؟ ودلوق بسم الله ما شاء الله عند فيلا كبيرة قوي تمشي فيها بالعربية 3 ساعات ما تجيبش الباب الجواني. كمان فيلا؟ طب قوم اعمل لي كوباية شاي تكون تقيلة. حاضر. مش هتقول لي عاد هو صاحبك كيف؟ ليه؟ وانا حمار عشان اقول لك اسرار اللي بيني وبين صاحبي؟ احمد ربنا ان انا مش هفتن عليك. قوم. تفضل يا خواجه. ميرسي. بروفيسور قرب وصل، هو ميعاده الساعة 5 بالظبط. قول لي مين اللي اختار الشقة دي للبروفيسور؟ دي شقة بتاعت الجماعة. بيستقبلوا فيها كبار الضيوف، وأنا هنا السفرج الخصوصي بتاع الشقة دي، وأنا واجبي أرحب بأي ضيف يقعد في الشقة دي لغاية ما يمشي. أنت نوبي يا فلان. أيوه نوبي ومن كلبشة. لكن الغريب أن حضرتك بتتكلم مصري زينا يعني. وأتكلم نوبي كمان. مسكا جنا. الناريو. مسكاك لك كمان. والله حاجة غريبة خالص. لا أنا عايش في أسوان بقالي 20 سنة، وأعرف كل شيء عن نوبة ونوبيين. وتعرف البروفيسور فايهايزر منين؟ بروفيسور صديق قديم. هو كمان بيحب مصر. ويعرف مصر كويس. طب إن إذنك بقول له سيادته شرف. Take your time. الحمد لله بالسلامة بروف. سربرايز مش كده؟ صديقنا ممتازي مستر فريمان. لا لا إنقاذ حياة البروفيسور واجب علينا كلنا. أنت قيمتك كبيرة قوي للإنسانية كلها. وأنت فريمان اسمك بقى كبير قوي. نو 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 أنا بلعب في الماضي لكن أنت المستقبل. الزراعة يعني أكل وحياة شعوب. والحقيقة بتقول إذا ملكت طعام الناس حكمت وتحكمت. أوه. إيه الكلام الحلو ده اللي وحشني؟ لما شافني وشه صفر وحمار واخضر ما بقاش مصدق عينيه. أكيد في خطة كبيرة للانتقام. الانتقام سلاح نستخدمه مش هدف نوصله. الأسباب اللي تخلي المنظمة تبعتك هنا في سوهاج بدل أسوان أكيد أسباب كتير، وأعتقد أن وجود مناع هنا له علاقة. فريمان أنا مش عارف كل حاجة. أنا وإنت وغيرنا في المنظمة لازم ننفذ خطوات. لن أقدم خطوة ولن أخر خطوة. أنا الخطوة بتاعتي بقى هنا في سوهاج أني أعمل علاقات مع الناس، أكسب ثقتهم بأي طريقة ممكنة. بس أكيد جواك رغبة للانتقام اللي قتلك وقتل جاكوب ورجالته. جاكوب، خسارة جاكوب. أنا أصريت يحطوا اسمه في اسم جديد، جاكوب فايهايزر. يبقى أكيد في إصرار أكبر على قتل مناع. شور، ده كان سهل قوي بالنسبة لي وأنا في روما. أقتله، مش هو لوحده، هو وأبوه يتشينوا في حبل واحد. بس الإدارة رفضت فكرة الانتقام دلوقتي. ما هو نزولك في البلد اللي فيها مناع يعني إن مناع داخل في حساباته. حبيبي أنا راجع المرة دي ومعايا جيش كبير، وعيني مش على بلد صغيرة زي سوهاج. فهمت؟ أرجوك ما تسألنيش تاني. أوكي 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 أنا بس عايز أطمن عليك. الحمد لله على السلامة يا بني.